هذا وقد عقد الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة اليوم في العاصمة نيودلهي برئاسة كل من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبارا هامينام وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند. وفي بداية الاجتماع ألقى معالي وزير الشؤون الخارجية الهندي كلمة عبر فيها عن سعادته بانعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة بين البلدين لما لها من دور بارز في تدارس مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل توسيع العمل المشترك لزيادة فرص تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستشارية. كما استذكر معاليه زيارته الأخيرة لمملكة البحرين في نوفمبر 2020 وما حققته من نتائج طيبة، مؤكدا اهتمام جمهورية الهند وبحرصها على تقوية علاقات الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين. من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمته عن جزيل الشكر لعقد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، ومشيدا بما يربط بين البلدين من علاقات وثيقة وعميقة الجذور امتدت على زمن طويل بين البلدين والشعبين معا. أشاد سعادة وزير الخارجية بالزيارة الناجحة التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الهند في فبراير 2014، والزيارة التي قام بها دولة السيد ناريناردو مودي رئيس وزراء الهند إلى مملكة البحرين. وقد بحث اجتماع اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال شملت مراجعة العلاقات الثنائية والعلاقات السياسية والزيارات رفيعة المستوى والآليات المؤسسية الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية والاتجاهات في التجارة الثنائية والاستثمار ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما بحث الجانبان الاستراتيجية المشتركة والتعاون في مرحلة ما بعد كوفيد 19 واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية والتعاون في مجالات الأمن والدفاع. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد صدر عن اجتماع اللجنة بيان مشترك أعرب فيه الجانبان عن الارتياح لمسار علاقات الصداقة الوثيقة والمشورات الدورية رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين، والتي أدت إلى زيادة تعزيز وتنويع تعاونهما الثنائي.